اصدقائي احبائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عامل لكم حلقه جديده طبعا من برنامجكم وبرنامجي المفضل برنامج تحليل النغمات مع عمك البت احمد نادر على موقع في الفن الموقع الفني الكبير والعظيم. والنهارده عامل لكم حلقه جديده وحلقه قيمه وقامه. طبعا بفكر ان انا غير مقدمه عشان في ناس قاعده تقول لي صوتك عالي، وبس انا هعلي صوتي، انا هعلي صوتي، ها انا بفهمكم. المهم يعني احنا عامل لكم حلقه عن واحد من اهم الفنانين ومن اقوى الفنانين واكثرهم موهبه في الوطن العربي، ومن الناس اللي ليهم بصمه كبيره في مصر واحنا هنعتبره مصري اصلا، وهو الفنان الكبير حسين الجسمي. الفنان حسين الجسمي من المواهب العظيمه جدا في الوطن العربي واللي ليها تاثير كبير جدا، وهو الراجل يعني ما شاء الله ما شاء الله. عارف انت كده لما بتروح تشتري عربيه بتلاقي ثلاث فئات اربع فئات، في حاجه كده بتبقى اسمها التوب لاين اللي هي فيها كل الاوبشنز، فيها بقى البصمه وفيها الازاز الكهرباء وتكلمها تقول لك مش عارف ايه وفتحه السقف والبانوراما الكلام ده. فنان حسين الجسمي هو كده يعني ما شاء الله عليه. هو عنده القدره انه يغني مصري وحسك ان هو من شبرا، هو عنده القدره انه يغني تونسي وتحس ان هو مواليد تونس العاصمه، هو عنده القدره انه يغني جاز وتحس ان هو مواليد نيويورك. فهو ما شاء الله يعني ربنا يحميه يا رب، عنده قدرات فنية وقدرات غنائية رائعة، كمان الرينج أو المدى الصوتي بتاعه واسع جدا. فاحنا الفنان حسين الجسمي بيغني طبقات عالية جدا تكاد تكون في التصنيفات الحريمي، الأصوات الآدمية بتنقسم في الغناء بتقسيمات حريمي وتقسيمات رجالي، وده بقى على حسب الرينج اللي بيتغنى، بنقيس على البيانو وبنعرف نوع الصوت، سواء بقى ألتو سوبرانو سوبرانو تينور، يعني ليه تصنيفات هنبقى نتكلم عليها في حلقات جاية. فهو الفنان حسين الجسمي عنده قدرات رائعة جدا على مستوى المدى الصوتي أو الرينج بتاع صوته، وعلى مستوى التكنيك الأدائي واللي بيبقى بيغني فيه كل لهجة وكل ثقافة كأنه ابن الثقافة دي بالظبط. الفنان حسين الجسمي عودنا دلوقتي كل موسم ان هو بينزل باغنيه صيفي، اغنيه مصري، وغالبا بتبقى اغنيه من يعني الاساس الثقافي المصري، وهو طبعا الاغاني المقسوم والاغاني اللي هي بالايقاع المصري، وقدم لنا اغاني كتير جدا خلال المواسم اللي فاتت، سواء بقى 6 الصبح او حته من قلبي او الحاجات دي، وبقينا بنستنى كل صيف ان الفنان حسين الجسمي هينزل ايه اغنيه يقش في الصيف. الفنان حسين الجسمي الموسم ده نزل باغنيه اسمها دلع والدلع، والفنان عمرو دياب بنزل هتدلع، مش عارف ايه حكايه الدلع السنه دي مع الناس، انا يعني ما يعلم بقى الا ربنا، احنا عمالين بيتداس على وشنا من اول السنه، بس يعني تمام الفنانين عايزين يدلعونا ما يزعلناش. فالفنان حسين الجسمي عامل اغنيه دلع والدلع، وهي الاغنيه من مقام الكورد اللي بيقول ري مي فا سول لا سي دو ري ري دو سي لا سول فا مي ري دا ترر لا 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 ترر لا 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 لا، بعدين دلع والدلع عيش لا 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 لا. فهي الأغنية فيها ميزة إن هي لحنها لحن سلس ولحن لطيف ولحن بيرقص لحن خفيف، الكلمات كلمات بتدعو للتفاؤل ومتماشية مع الأجواء اللي كلها أجازات وصيف وسهر وسفر، لو في أفراح في حاجة، يعني هي أغنية لطيفة إن أنت تشغلها في مناسبة. والتوزيع الموسيقي أنا شايف إن هو يعني مخدم على الموضوع، بس هنتكلم بالتفصيل عن التوزيع الموسيقي واللحن تحديدا. اللحن والتوزيع الموسيقي بتاع الأغنية، يعني في البداية اللحن كان لحن واعد جدا، لحن كاتشي للودن، اللحن خطف ودني، ولكن بعد كده من أول دلع والدلع عايش بقت حاسس إن في محاولة لاستنساخ أغنية 6 الصبح، احنا بنحاول ان احنا نستنسخ حاجة نجحت قبل كده، نلعب على كومفورت زون، نلعب على كذا. مش معنى ان عمرو دياب بيعمل كده ان اي فنان يقدر يعمل كده، هي دي القصة، الحبكة او الخلطة دي مش اي حد ممكن يغامر بيها. في ناس لعبت على الكومفورت زون زي عمرو دياب زي اليسا زي شيرين مع حفظ الالقاب، هي بتقدم ستايل معين والناس حباها في الستايل ده، بس في فنانين تانيين لما بيقدموا ده بشكل مستمر ده ممكن ما يؤديش لنفس النجاح، وخاصة لما يكون حد عنده الامكانيات الجبارة سواء على مستوى الوعي الموسيقي أو مستوى الغناء زي الفنان حسين الجسمي. فأنا بقيت حاسس إن أنا سمعت ده قبل كده، يعني حتى اللازمة فيها تارارارارا ده يعني الحتة دي موجودة في أغنية 6 الصبح بالظبط، تقسيمة الإيقاع بالسقفة بالبتاع، فحسيت إن إحنا لا إحنا بنحاول نستنسخ حالة حصلت قبل كده. وبعدين بقى في حاجة طبعا تقنية أنا هحاول أشرحها، بس هو لازم أشرحها لكم وقدامي صورة، بس هحاول إن أنا أوصلها على قد ما أقدر. هو متسجل أوريدي كورال بيقول دلع والدلع عايش، كورال اللي هو الفوكال أو يعني مجموعة، الصوت المجموعة اللي هو مسجله الفنان حسين الجسمي بصوته.
فاحنا بنسجل الكورال ازاي؟ احنا بنسجل الغنى مثلا 8 مرات نفس اللحن، مره دلع ودلع عيش، بعديها دلع ود كذا مره، بعدين دلع ودلع عيش. ده بيتسمى السكند فويس او الهارموني، اللي هو صوت بيلعب لحن مختلف بس هو متناغم مع اللحن الاساسي. فبيبقى مثلا مسجل حوالي 16 تراك ما بين النغمة الأساسية أو اللحن الأساسي، وفي كذا تراك بيغنوا اللحن الثانوي أو اللحن اللي بيعمل التناغم. فهو بعد كده بقى إحنا بناخد ده، بناخده كوبي أو بننسخه وبنعمل له بيست أو بنطبعه قدام علشان نلعب بيه. فهو بقى دلع والدلع 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 عيش، فبقيدت حتة معينة في ده علشان أخد مثلا دلع والدلع بس ما أخدش عيش. فهي معمولة بطريقة باين ان هي مش متسجلة لوحدها، يعني الفيد او اللي هو يعني بعد ما بسجل التراك بروح اعمل حاجة اسمها فيد، اللي هو الصوت بيوطى لوحده، اللي هو الخفوت، كأني منور النور وفجأة رحت طفيه كده، فده بيتسمى فيد حتى في الصوت. فالفيد باين جدا، يعني باين ان هو مقطوع، الفيد مش مريح للودن اللي بلعب يعني بالفوكال من خلاله. فالحتة دي كانت بالنسبة لي مزعجة الودن شوية، مش عارف طبعا هل المستمع هيبقى واخد باله منها ولا لا، بس الجزء ده انا كنت محتاج ان انا اعلق عليه. الأغنية من وجهة نظري بديها 7/10، شايف إن هي أغنية لطيفة وظريفة، ولكن أنا دايماً بنتظر من الفنان حسين الجسمي تحديداً إن هو يجنننا، إن هو يسمعنا حاجة ما تسمعتش قبل كده، إن أنا أحس إن أنا عاجز عن أداء الأغنية دي. هي الأغنية زي ما قلنا غرضها إن هي تبقى أغنية صيفية لطيفة، ولكن أنا الحاجة الوحيدة اللي باخدها عليها هي إن هي تكرار ليعني عمل ناجح الفنان حسين الجسمي نجح بيه قبل. دي كانت حلقتنا عن أغنية دلع والدلع بتاعت الفنان حسين الجسمي، وإن شاء الله نعمل حلقات يعني أفضل وتبقى يعني أكثر تميزاً ويبقى فيه إضافات أكتر. كل التحية لفريق العمل وبارك لهم على الأغنية وللفنان حسين الجسمي، ومنتظرين منه حاجات أقوى من كده، يعني ما شاء الله بيغني هندي وبيغني صيني وأنا مش عارف أنت معقدنا معقدنا، ربنا يديك الصحة. سلام عليكم.